مرحبا بكم معنا، اجيو نكتشفوا اليوم مدينة مولاي دري الزرهون ونواحيها. مولاي دري الزرهون مدينة جبلية جات بالقرب من مدينة مكناس، تسمات هكذا نسبة على مؤسس الدولة الإدريسية مولاي دريس الأكبر، واللي الضريح ديالو كاين في وسط منها. على بعد كيلومترات من مدينة مولاي دري الزرهون غادي يمكن لكم تكتشفوا واحد من أهم المواقع الأثرية بالمغرب، مدينة واليلي. سي الهادي، مدينة واليلي هي من أهم المواقع الأثرية في المغرب. نعم. شحال تقريبا المساحة ديالها؟ قلنا في الأول 40 هكتار و 20 ألف ديال السكان، وقلنا ندينا كانت 40 عام بعد الميلاد حتى 285 قبل الهجرة، يعني حتى القرن الثالث من بعد نهايه القرن الثالث من بعد الميلاد. من بعد الميلاد. إيه. الناس منين يبغيو يجيو يزوروا لهذا الموقع الاثري شحال تقريبا خصهم ديال الوقت باش يمكن لهم يزوروا ويكتشفوا المنطقه كلها؟ كاين الناس اللي تهتموا بالاثار بزاف، ما بين ساعه ونص حتى ساعتين. قلتي لي قبيله كنتكلم انا وياك، قلتي لي راه كاينين كيجيو السياح الاجانب بزاف، فرنسيين، ايطاليين، المانيين، المغاربه تيجيو حتى هما يزوروا هذا الموقع. انا قلت لك تيجيو المغاربه يزوروا هذا الموقع، والدوله وزاره الثقافه مثلا مخرجه نهار في الاسبوع ديال المغاربه، يعني بلا فلوس، جمعه مجانا. ولكن ملي كيكون سي عيد عاوتاني حتى هي مجاني. الرحله اللي اقترحت عليكم اليوم غادي يمكن لكم ديروها في نهار واحد انطلاقا من مكناس. الى احتاجيتوا المعلومات اكثر او لبغيتوا تعاودوا تشوفوا الحلقه ديال اليوم، عليكم الا تزوروا موقع www.lemarocjam.com. ا بيانتو.